يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أعمل بوظيفة مندوب مبيعات، وقد قمت بزيارة أحد العملاء وأبدى إعجابه بالمنتج، وبعد ذلك قام مديرنا بالتنسيق مع هذا العميل حتى تم الشراء والبيع، فحصلت أنا على مكافأة مالية من شركتي، ثم تبين لي بعد ذلك بأنه قد تم رشوة العميل، فما حكم مكافأتي التي أخذتها لقاء هذا العمل؟ تأخذ في مقابل عملك وتعبك، تأخذ في مقابل عملك وتعبك، وليس لك دخل في الرشوة، هذه على الشركة، إثمها على الشركة. لكن من باب الابتعاد عن هذه الأمور ننصح لك أنك تبتعد عن هذا العمل، تلتمس عمل آخر ليس فيه رشوة. نعم.